يكون عندنا شورت ترانسميشن لاين بنمثله بحاجه اسمها الشورت لاين موديل. احنا بنقول طبعا وبالنسبه للشورت ترانسميشن لاين بالنسبه لي يعني طبعا المفروض ان الطول بتاعه ما يزيدش عن 80 كيلومتر زي ما احنا عارفين، تمام، وبنمثله بار وال، يعني هتبقى ار زائد جي اكس ال او اللي هي 2 باي اف ال يعني، تمام. بيبقى عندي الفولت اللي انا حاطه في البدايه بنقول عليه السندنج فولتج، او الطرف ده بنقول عليه سندنج اند، طرف البدايه بنقول عليه سندنج اند اللي هو الطرف اللي بيبعت، تمام. والاخر ال 80 كيلو متر دول بنقول عليهم ريسيفنج اند، تمام. اكيد عند السندنج اند في فولت وكرنت، وعند الريسيفنج اند في فولت وايه وكرنت. احنا دلوقتي هنرسم سنجل فيز للدايره ديت وهنشوفها مع بعض وهنبتدي نتكلم على الحسابات اللي ايه اللي احنا بنحسبها فيها. طبعا تعتبر حاله الشورت لاين موديل ديت هي ابسط انواع الايه التطبيقات الموجوده في الترانسميشن لاين. لو جينا نبص بقى على نرسم الكلام ده كسيركت، يعني زي ما انتم شايفين ادي ادي السندنج اند اهو، فالفولت عنده اسمه في اس او في سندنج يعني، وادي الريسيفنج اند، ادي النهايه اللي بيوصل لها الجهد، فبنقول الفولت الموجود هنا في ار، وطبعا ده بالنسبه لي لود، وادي الترانسميشن لاين زي ما انتم شايفين ممثل بار وايه واكس ال. وطبعا في تيار ماشي منين؟ من السندنج اند للريسيفنج اند، التيار ده اسمه اي اس والتيار ده اسمه اي ار. من الايكويفلنت سيركت بتاعت الدايره كده واضح ان الاي اس هو الاي ار، لان الجزء ده سيريس يعني ما فيهوش حاجه بارلل ولا اي حاجه زي كده اهوت يعني. طبعا اللود ده بيسحب باور وليكن ابيرنت باور اسمها ايه؟ اس ريسيفنج، فكتبنا هنا اس ريسيفنج دي مقدار الباور او كومبلكس باور اللي بيسحبها مين؟ اللي بيسحبها الترانسميشن لاين. طب انا دلوقتي لو عايز احسب الكرنت، طبعا انتوا عارفين من خلال دراستنا لل لأول محاضرة الكلام بتاع الثري فيز وسيركت والكلام دوت، احنا عارفين لو احنا عايزين نجيب الاي مثلا بتاعته هتبقى الاس كونجكت مقسومة على 3 في الفي ار كونجكت، لان احنا كنا لما نحب نحسب الاس كنا بنقول اس هي 3 في الفي ار في الاي ار كونجكت. لو انا عايز الاي ار احول دي الكونجكت واحول دوت لكونجكت، يبقى انا كده جبت الاي ار اللي هو يعتبر بالنسبة لي هو عبارة عن الاي اس برضه. يبقى بكل بساطه لو انا عندي ترانسميشن لاين متوصل بلود زي ما انتم شايفين كده، وانا عارف اللود ده بيسحب باور قد ايه از كومبلكس باور، لو قسمت الكلام ده على 3 في ار، بس طبعا خلوا بالكم طالما احنا حطينا 3 يبقى الفي ار دي لازم تكون فيز فولتج، تمام، هيطلع لي التيار اللي بيمر فين في الترانسميشن لاين. دي حاجه. الفولت عند السندنج طبيعي من الدائره اللي احنا شايفينها، يبقى اكيد الفولت اللي هنا هو عباره عن الدروب الموجود في الزد دي زائد الفولت اللي وصل عند الريسيفنج، فبالتالي يعتبر الفي اس هو عباره عن الاي ار في الزد دي اللي هي ار زائد جي اكس ال او اي اس، لان الاي ار والاي اس احنا اتفقنا هم قيمه واحده، تمام. يبقى ايه؟ يبقى انا كده من هنا اقدر احسب الفولت عند السندنج او الفولت عند الريسيفنج على حسب البيانات المتوفره معايا. يعني مثلا لو متوفر معايا الفي ار هقدر اجيب الفي اس، لو متوفر معايا الفي اس هقدر اجيب الفي ار، لان انا مثلا هقدر احسب الكرنت من هنا والار والاكس ال دي المفروض ان هو يديهاني، تمام كده اهوت. فبالتالي انا هقدر احسب اي حاجه في السيركت، اقدر احسب، اقدر احسب باور، اقدر احسب افشنسي، لان دي دايره كهربائيه عاديه خالص طبعا، اكيد يعني كلكم عارفين الكلام دوت يعني. يعني الدايره دي اعتقد لو احنا القوانين اللي احنا نطبقها عليها كلها قوانين سيركت 1 بس في اللي هو الجزء بتاع الاي سي بقى، اللي هو الكلام العادي خالص يعني. عشان بقول له عشان كده انا بقول لكم ان دي ابسط انواع الدوائر بتاعت مين؟ بتاعت الترانسميشن لاين. انا ممكن امثل بقى الترانسميشن لاين موديل اللي احنا شايفينه ده امثله بايه؟ امثله بنتورك. النتورك ديت عباره عن تو بورت ماشي، داخل لها حاجه وخارج منها حاجه زي ما انتم شايفين. فهنمثلها مثلا ادي النتورك بتاعتها هي، هنمثلها البارامتر اللي فيها هنمثلها باربعه بارامتر A و B و C و D، وده التمثيل العام عموما في الترانسميشن لاين، داخل لها في اس واي اس وخارج منها اي ار وفي ار. فاحنا لو حبينا نكتب شكل المعادلات ديت هتبقى الفي اس اللي عندي هي عباره عن ايه في الفي ار زائد بي في الاي ار، والاي اس بتاعتي هتبقى سي في الفي ار زائد الدي في الاي ار. لو احنا حبينا نحط الكلام دوت في شكل ماتريكس يبقى في اس اي اس، وناخد الاي والبي والسي والدي نحطهم في ماتريكس، وكل الكلام ده يبقى مضروب في الفي
ار والاي ار. طبعا نظرا لطبيعه الترانسميشن لاين تمام، هنبص نلاقي ايه؟ هنبص نلاقي ان هنا ان قيمه الاي دايما في الشورت ترانسميشن لاين او الشورت لاين موديل قيمته بواحد، البي قيمتها بزد ماشي، السي قيمتها بزيرو، الدي قيمتها بواحد. ازاي الكلام ده؟ يعني انت عارف ان الفي اس بالنسبه لك هي الفي ار زائد الزد في الاي ار، فبالتالي لو قارنت الفي اس اللي هنا بالكلام اللي انا قلته اللي هي الفي ار زائد الزد في الاي ار، يبقى طبيعي هنا في في ار يبقى القيمه دي قيمه الاي هنا لازم تكون بواحد. طيب هنا في زد في الاي ار يبقى قيمه البي هنا لازم تكون بزد. تمام، نيجي لهنا، احنا دكتور كلنا عارفين الاي سيندنج هو الاي ريسيفنج، يبقى معناها ان السي في الفي ار دي لازم تبقى بزيرو، يبقى كده قيمه السي لازم تبقى بصفر. الاي اس هو الاي ار، يبقى المفروض الدي دي قيمتها تبقى بواحد. من هنا احنا طلعنا البارامتر بتاعت الكلام دوت بتاعت الترانسميشن لاين بناء على الاكشوال سيركت اللي احنا ايه اللي احنا عارفينها والقوانين اللي احنا عارفينها، قانون التيار وقانون ايه الجهد. حد عنده مشكله في القصه دي يا شباب؟ اه دكتور، القانون دول بعد اذنك ممكن تقولهم تاني، اللي ماشي هي الفي اوكي. اس والاي بص يا اس دي. باشمهندس، هي القصه كلها في الاول وفي الاخر ان انا بحاول اعمل بورت مكونه من نتورك عن طريق الدخل اقدر اعرف الخارج، اتفقنا؟ فاذا ده الشكل العام ليهم اللي هو الفي اس بيساوي اي في الفي ار زائد البي في الاي ار، تمام، وان الاي اس بيساوي السي في الفي ار زائد الدي في الاي ار. ده الشكل العام. احنا جبنا الكلام ده منين؟ من ان احنا عندنا قلنا ان البورت دي فيها ايه، فيها كام كونستانت، فيها اربعه كونستانت، فاحنا حاولنا نحط الاربعه كونستانت بالشكل ده. بدانا بقى نقارن ما بينهم وبين مين، وبين المعادلات العاديه بتاعه الباور اللي احنا نعرفها. يعني انا عندي كده، دي معادله جهد ودي معادله تيار. احنا لما كنا بنتكلم على الترانسميشن لاين كان في فولت عند السيندنج وفي فولت عند الريسيفنج وفي فولتج دروب فين؟ في الامبيدنس الموجوده اللي هي الزد بتاعت الار زائد الجي اكس ال. تمام كده ولا مش تمام؟ هو مش تمام، عشان يا انا ابني مش فاهم انا بشرح، مش فاهم قصدك، بس العلاقة تمام. دي كانت منين يعني. افهم بس، افهم بس، انا قصدي تمام في الجزئيه دي ولا مش تمام في الجزئيه دي؟ ده قصدي، يعني الجزئيه اللي انا بقول عليها ان انت كان عندك فولت اسمه سيندنج اند وعندك فولت اسمه ريسيفنج اند، والفولت اللي عند السيندنج اند بيساوي الفولت اللي عند الريسيفنج زائد الزد في الاي ار. ده اللي انا بقول عليه. ماشي ده بالنسبه دي لك في كمان. مشكله؟ لا طب تمام، احنا عايزين بقى نحاول نخلي العلاقه ديت تبقى بالظبط ايكويفالنت للعلاقه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، تمام؟ فاحنا ماشي نبص نلاقي احنا عندنا في اس، تمام؟ يبقى الفي اس اهي. بعد كده عندنا مين؟ عندنا في ار، يبقى الفي ار اهي. يبقى اذا البارامتر اللي جنبها ده لازم قيمته تبقى بواحد، عشان كده قلنا الايه هنا قيمتها بواحد، ماشي. بعد كده عندك زد مضروبه في مين؟ في الاي ار. ادي الاي ار، يبقى فاضل هنا الزد، يبقى البي قيمتها لازم تكون بكام عشان تبقى العلاقه صح؟ هي الزد. اوكي ولا مش اوكي؟ يعني بص يا باشمهندس، يعني كانك جيت، بص كانك جيت حطيت تحت الفي اس دوت معادله الفي اس العاديه اللي هي دي، اللي هي عباره عن الفي اس هنا هتساوي مين؟ هتساوي الزد ديت مضروبه في الاي اس زائد الفي ار. حطها تحتها، حلو كده، وابتدي قارن بقى المعاملات. لما نيجي اللي نحط يبقى واحد والديب سيد. بالظبط، لما نيجي نحط دي هنلاقي هنا في اس وتحت في اس، خلاص يبقى هنا تمام. اجي ابص على الفي ار هلاقي هنا اي في ار وتحت في ار، يبقى الاي في ار دي لازم تبقى زي الفي ار اللي تحت. فالحل الوحيد ان البارامتر ده لازم قيمته تبقى بواحد، عشان ايه؟ عشان تطلع دي في ار زي اللي تحت، تمام؟ بعد كده يبقى احنا عرفنا كده ان الاي بواحد. طب نيجي للبي، البي اصلا مضروبه في الاي ار، لكن هنا تحت عندنا زد في الاي ار، فاذا الاي ار هتروح مع الاي ار، يبقى كان البي هي لازم قيمتها تكون بايه؟ بقيمه الامبيدنس بتاعت الترانسميشن لاين اللي هي الزد، اللي هي الار زائد جي اكس ال. اوكي؟ تمام. تمام، نيجي للثانيه. انا عارف ان احنا بنتكلم في دايره سيريز، بنتكلم في دايره سيريز يعني تيار الريسيفنج هو تيار ايه؟ او التيار عند السيندنج هو هو التيار عند الريسيفنج، يعني الاي اس هي هي الاي ار، صح؟ تمام، بناء على كده يبقى احط الاي اس تحت الاي اس ونقول بتساوي الاي ار. طب هي بتساوي الاي ار، يبقى انا ما عنديش بي ار، عشان الكلام ده يختفي يبقى لازم السي دي تكون قيمتها بكام؟ بزيرو، صح كده؟ طيب واحنا قلنا الاي اس بتساوي الاي ار، يبقى هنا في اي ار زيها، يبقى دي دي لازم تكون قيمتها بواحد، تمام تمام؟ اوكي شكرا دكتور. بص يا سيدي بقى، دلوقتي بعد كده هنعمل ايه؟ احنا عايزين نجيب الفولتج ريجوليشن بتاع الترانسميشن لاين. ايه يعني ايه الفولتج ريجوليشن؟ الفولتج ريجوليشن ده بيجيب لك نسبه الجهد اللي كان عند السندنج لما وصل عند الريسيفنج يبقى بكام؟ يعني بيعبر عن مقدار الفولتج دروب تقريبا قد ايه؟ وانا طبعا بيهمني دايما
ان القيمه دي لو احنا بنتكلم في الحاله المثاليه انا عايز القيمه دي تبقى بصفر، يعني كان ما فيش فولتج دروب اصلا، فاللي موجود عند السيندنج سعادتك بعته عند الريسيفر. يعني انا نفسي كده، لكن في الواقع هو ده مش حقيقي، مش هيحصل اصلا يعني، عشان عندي في فولتج دروب على الامبيدنس بتاعت الار زائد جي اكس ال. طيب نحسب الفولتج ريجوليشن ازاي؟ الفولتج ريجوليشن بالنسبه لي هو عباره عن الفولت بتاع الار عند النيو لود لما ما اكونش موصل حمل، هو على ماينس الفولت بتاع الار عند الريسيفنج اند لما اكون موصل الحمل الكامل، كل ده مقسوم على الحمل الكامل. طيب انا لو جيت ما وصلتش حمل معنى كده ايه؟ لما ما وصلش حمل يبقى الترانسميشن لاين مش هيمشي فيه تيار. كون الترانسميشن لاين مش هيمشي فيه تيار هنا، يبقى الفولت اللي هنا هو الفولت اللي ايه؟ اللي هنا، يبقى الفي ار نو لود هو الفي اس. تمام؟ اما الفي ار فول لود طبعا المفروض ان انا هحسبه بناء على الكرنت اللي بيمر في السيركت دي. وهنشوف طبعا مساله وهنشوف الكلام ده بيتحسب ازاي. بيقول لك هو ات نو لود يبقى الار بزيرو، يعني الفي ار هي في اس على ايه، وكلنا عارفين ايه بواحد، يعني الفي ار هي في اس. الحته اللي انا كنت ايه بحكي معاكم فيها دلوقتي. تعال نشوف بقى لو رسمنا ايه، لو رسمنا فيزور دياجرام للترانسميشن لاين. اكيد الترانسميشن لاين لو انا جيت ارسم له فيزور دياجرام منطقيا هيبقى في حاجه، يا اما التيار اللي بيمر فيه الترانسميشن لاين كان لاج، او يا اما يونيتي، يا اما هيبقى ليد. في الاول كده لو تصورنا ان التيار اللي عندنا هو عباره عن لاج، يبقى انا عندي ادي الفولت مثلا بتاع الريسيفنج اهو، هاخده ريفرنس بالنسبه لي، يبقى التيار مثلا متاخر عنه بزاويه ثيتا. بعد كده كلنا عارفين ان احنا عندنا ار وعندنا ايه وعندنا اكس ال، يبقى دي الاي في الار، يبقى هياخد نفس الايه؟ نفس الميل بتاع الايه؟ بتاع الاي، على اساس ان الار ما بيتغيرش في اتجاه الفيز، فبالتالي يبقى دي قيمه الاي في الار. بعد كده عندنا قيمه مين؟ الجي اكس ال في الاي. يبقى دي الجي اكس ال في الاي، الجي معناها ان هو يكون عمودي او هيعمل لي زاويه كام؟ 90 درجه. يبقى بالتالي دوت الجي اكس ال في مين؟ في الكرنت اللي كان بيمر في السيركت. محصله الاثنين دول مع بعض اللي هي عباره عن الزد مضروبه في الايه؟ في الاي بتاع الريسيفنج اند. لو انا وصلت ده مع ده يبقى انا كده جبت فولت السيندنج اند. يعني كاني برسم فيزور دياجرام عادي جدا زي اللي انتم متعودين عليه. ده في حاله اللاجنج باور فاكتور، في مشكله؟ اوكي ماشي. طب لو هو يونتي باور فاكتور، يونتي باور فاكتور يبقى التيار انفيز مع الجهد. يبقى اذا الجزء دوت يمثل لي مين؟ الجزء ده يمثل لي الفي ار اللي هي الفي عند الريسيفنج. بعد كده عندنا ادي الاي في الار اهي، ده الجزء ده، وبعدين عمودي عليها هيبقى الاي في الاكس ال. لو حبيت اجيب الزد اللي هي او الفولتج دروب اللي موجود في على الامبيدنس يعني الار زائد جي اكس ال، هقفل المثلث اللي هو مكون من الحتتين دول، يبقى دوت الزد في الاي ار. لو وصلت من البدايه للنهايه يبقى انا جبت الفولت عند السيندنج اند. ده في حاله اليونيتي بار فاكتور، لما اللود يبقى يونيتي بار فاكتور. طبعا كلنا عارفين يونيتي بار فاكتور يعني ايه؟ يعني اللود عباره عن ريزيستيف لود. لاجنج بار فاكتور يعني ايه؟ يعني اللود عباره عن ار واكس ال. طيب يا ترى بقى لو اللود مثلا ار واكس سي، طبعا منطقيا هيبقى ساعتها التيار هو اللي سابق الجهد، فبنقول على الحاله دي انها ليد باور فاكتور. طيب في الليد باور فاكتور هنرسم عادي جدا، يبقى دي الفي ار اهو تمام بتاعنا او الفي ريسيفنج، يعني هضرب الاي دي في الار في نفس الدايركشن، يعني دوت بيبقى الجزء ده هيبقى بارل للجزء ده، لان طبعا بالنسبه لنا الار ما بتغيرش اي حاجه، لان كده كده لو التيار مثلا ماشي فيها وليكن بزاويه 5 يبقى هيفضل التيار ماشي فيها بزاويه 5. اللي هيفرق معايا فين؟ في الاكس ال، عشان الاكس ال بتضيف 90 درجه، يبقى اللي هيحصل الاي في الاكس ال هي هتبقى عموديه ار في الايه؟ في الار، فتطلع بالمنظر ده. لو قفلت المثلث ده يبقى انا جبت قيمه الزد مضروبه في الاي ار، لو قفلت من البدايه للنهايه برضو يبقى انا جبت قيمه السندنج اند فين؟ في النهايه، يعني لما يكون عندنا الحاله الليد بار فاكتور. اهم الملاحظات على القصه دي عشان تاخدوا بالكم بقى من ايه؟ ان هنا قيمه الفي سيندنج لو لاجنج باور فاكتور هتبقى اكبر من قيمه الفي ار، يعني الفولت عند السيندنج هيبقى كده اكبر من قيمته عند الفي ار. في اليونتي بار فاكتور هتبقى نفس القصه، ولكنها هتبقى اكبر بحاجه بسيطه مش زي دي. في الليد بار فاكتور العكس، بيبقى الفولت عند الريسيفنج اند اكبر من الفولت عند السيندنج اند، يعني يبقى الفولت عند الحاجه اللي هو باعتها لك اللي هيبعت لك من عندها اقل من قيمته عندك. تمام؟ وده طبعا بيبقى تاثير الكاباستنس، كلنا عارفين
ان الكباستنس بيعمل القصه دي اصلا. طيب انا لو عايز احسب بقى الثري فيز باور بتاعتي او الكومبلكس باور عند السندنج اند هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن 3 في الفي سندنج في الاي سندنج كونجكت. طبعا طالما قلنا 3 يبقى طبعا اكيد الفي اس والاي الفي اس ديت هي الفي فيز والاي اس هي الاي فيز. طيب الفولت عند الريسيفنج اند طبعا هو بيبقى ايه اللود بكذا، اللود ده ساحب باور قد كده. فبالتالي لو انا عايز اعرف الاس اللي هي موجوده في الامبيدنس، يعني الامبيدنس دي ساحبه كومبلكس باور قد ايه، هتبقى اكيد الاس بتاعت السيندنج اند ماينس الاس بتاعت الريسيفنج اند. يعني بمعنى اخر لو رجعنا للرسمه شويه، يبقى هو لو انا عايز اجيب القصه اللي هنا وانا عارف الفي اس خلاص حسبتها اللي هنا، حسبت الاس اللي هنا والاس اللي هنا هو مديهاني، يبقى لو طرحت الاسين دول من بعض ده هيديني الاس اللي ضاعت فين؟ اللي ضاعت في الامبيدنس دي. لو احنا عايزين نجيب الافشنسي، اكيد الافشنسي هي الباور المستهلكه عند